السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هكلمكم عن طريقه عمل اللحمه بطريقه صحيه وحلوه. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش اللايك وتفعيل الجرس والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد على قناتي. هعمل معاكم اللحمه بطريقه حلوه وصحيه ومغذيه جدا وطعمها يجنن. هنبدا الفيديو. عندي جوز الطيب، ورق لورا، وكزبرة ناشفة، وفلفل، وعود قرفة، وعندي اللحمة اهي، وعندي حلة على النار وخطة عليها زيت وشوية فلفل، وهضيف قطع اللحمة على النار، هديها بس كده صدمة او تشويحة. هضيف كل البهارات، هديها بس تحميرة كده على النار كده شوية بس عشان ريحتها تطلع، وهبدأ أضيف قطع اللحمة، هديها بس صدمة كده. وأهم حاجة اللحمة عشان تكون حلوة اختاري العرق الفليتو ده، يعني تحفة. هشوح اللحمة كويس، وهبشر جوز الطيب، ميزة التشويحة دي ان هي بتخلي الشوربة لونها فاتح وما فيهاش اي ريم كده، وصافية وحلوة جميلة يعني. فأتمنى ان انتوا تجربوها. هضيف مية سخنة، هسيبها تغلي مع نفسها لحد اللحمة ما تستوي، هتاخد بتاع ساعة لساعة ونص على حسب نوع اللحمة. هضيف البصل ومعلقة الملح. الملح والبصل فايدته ان انتوا تحطوه في الاخر خالص، عشان خاطر البصل لو حطيتيه في الاول يعني ايه بيتهري كده في التسويه، والملح بيأخر تسويه اللحمه، فخلينا نحطهم في الاخر. شايفين الشوربه حلوه ازاي؟ جميله، وشايفين لونها فاتح ازاي؟ هحط اللحمة في الصينية، وهحط صلصة ومعلقة كزبرة ناشفة ومعلقة فلفل ومعلقة خل، معلقة زيت، وهقلب مع بعض. هجيب بالفرشة وهقعد احط فوق اللحمة كده على الوش بتاعها عشان كده يبقى اوضح. هبدأ اضيف على اللحمة من فوق عشان لما احمرها في الفرن تبقى محمرة كده وشكلها حلو وطعمها طبعا خرافة. هرش عليها خلطة الفيجيتار، شايفين هي في الفرن، وده شكلها النهائي في طبق التقديم. اتمنى ان انتوا تجربوها، وما تنسوش الاشتراك في القناة ودعم القناة عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.